السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناه مطبخ ساره يوسف. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده، غنشوفوا شنو نقدروا نوجدوا من البصله. ويوسف هو اللي يقول لنا شنو غنوجدوا اليوم بالبصله. اليوم اقراص ديال البصل بواحد الطريقه زوينه اللي تقدر تمشي كمقبلات او مرفقات مع مثلا دجاج محمر، تقدر تمشي مع الحوت. يلا نبدا. نبداو كنشدو بصلات متوسطه الحجم بحال هذا القياس هذا، كنقيوهم وكان نقطعوهم الى دوائر واحد تقريبا واحد هذا ما محسوبش، نقطعو هذا العبار هذا ندير واحد نص سنتيم بحال هكذاك. كاين عندي واحد القضيه، الناس اللي ما كتبغيش تقطع عليهم بصله دوار بحال هكا كداس كيكونوا حيدتو ليها هذا الراس هذا. ملي تكونوا كتنقيو البصله حاولوا تنقيوها وما تحيدوش ليها هذا الراس اللي كيجمعها كامل، خليوه هو اللي كيبقى حاكمها حتى كتساليو من التقطاع. فوالا هاد الاقراص بحال هكدا. نكملوا تقطيع البصله الثانيه نفس الامر كذلك. من بعد ما كنقطعوا البصله هاد الدوائر هادي كنبداو نخرجوها من بعضياتها باش تعطينا دوك الخواتم على هذا الشكل هذا، دوائر فوالا شويه باش ما تكرقش لينا كتكون البصله بحال هكا، كيعطيونا هاد الدوائر بحال هكا داير كيف كتلاحظوا. من بعد ما نحصلوا على هاد الاقراص هادو كيكونوا دايرين بحال هكا ديال البصله، دابا كننتقلوا للمرحله ديال اعداد واحد الخليط. هاد طبقه مقرمشه، طبقه مقرمشه كنديروا شويه ديال الدقيق. انا ما نقدرش نقول لكم العبارات ديال الدقيق، مي تقريبا بحال قلتوا واحد كاس لا روب كاس ديال الدقيق، وكنزيدوا عليه النشا واحد ربع كاس ديال النشا، وكنحاولوا الماء يكون بارد شي شويه بحال اللي كيكون في الثلاجه لتحت، هو باش نخلطوا هذا الخليط. كنديروا الماء وكنبداو نخلطوا الخليط ديالنا. هادشي كي تيجي كي خصو يكون بحال داك الخليط ديال الحريره باش كندورو الحريره تقريبا كيشبه ليه. كنبقاو نحركو بالفوي حتى كيحيدو لنا الحبيبات. كنزيدو شويه ديال البزار، اجي بنتي تحرك يالا. كنزيدو شويه ديال الملحه، دي باش نخلط. جات واحد معلقه ديال الملحه، حركي يا اروى. كنزيدو شويه ديال البزار حتى هو جات واحد راس المعلقه ديال البزار. كنفتروش البزار تقريبا على حساب الدراري شويه شويه. هاكا حركي بنتي. وكندير واحد شويه ديال التحميره على قبل اللون، وبيان سيغ اللي بغا يزيد شويه ديال الحار راه مزيان صافي. هذا هو الخليط ديالنا، ها هو. من بعد ما وجدنا الخليط كنجيبوا البصله اللي قطعنا دوائر وتنلوحوها في هذاك الخليط بحال هكدا. كنكونوا وجدنا ديجا الشابلور ديالنا اللي غادي ها هي كتشوفوها. هادي لا شابلور ديال البابا، يعني البابا كتكون فيها اكثر من داك القشر هكاك علاش تتبان بيض. كنكونوا ها هي البصله ديالنا كنلوحوها في هذا الخليط هذا، ملي كتعمر بالخليط كنحطوها في لا شابلور. كنعاودوا العمليه، كنديروا البصله في الخليط اللي كنا وجدنا تقطر واحد شويه بحال هكدا وكنديروها في لاشابلور. غنكملو باقي الدوائر ديال البصل بنفس الطريقة، يعني ندوزوهم في لابانيوغ ومن بعد لاشابلور، ومن بعد غنديرهم هكا في طبسيل ولا شي حاجة ونخشيوهم في التلاجة المدة ما بين 15 حتى 30 دقيقة هكا باش يشدو في راسهم تبقى عليهم ديك الطبقة المقرمشة وخا نقليوهم.
من بعد ما خليناها كيف ما قلنا 30 دقيقه في الثلاجه حتى شبات راسها، دابا نبداو نقليوها. تكون الزيت سخونه ولكن نطيبوها على متوسطه باش ما يتحرقش لينا بلا ما تطيب. ليش دروسهم نقاو نقلبو فيهم تيتحمروا ونحيدوهم. هكذا كيجيو اقراص البصل من بعد ما كنقليهم. تنتمنىكم تجربوهم، اكيد غيعجبوكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناه الى مازال ما اشتركتوش، وشكرا لكم. الى فيديو لاحق ان شاء الله.